تحية لكم المشاهدين وأهلا وسهلا فيكم بجابردي المحك، برنامج المعلومات والثقافة على شاشة الام بي سي. بهالبرنامج قوانين المسابقة مختلفة شوي ولكن بسيطة جدا، رح نعطيكم الجواب وعليكم تلاقوا السؤال. المشتركين رح يعتمدوا على معلوماتهم ليصيغوا السؤال المناسب بالمكان المناسب. الأجوبة موزعة خلفي على الشاشة. كل جواب هو دليل، على المشتركين تحليل هالدليل وإيجاد السؤال. فمثلاً الدليل هو هذه الدولة الآسيوية هي الأولى عالمياً في إنتاج الحليب. الإجابة الصحيحة لازم تكون بصيغة السؤال على الشكل التالي: ما هي الهند؟ عنا بكل حلقة 4 جولات، وبكل حلقة عنا 81 دليل، يعني 81 سؤال تتضاعف قيمتهم بكل جولة. نبدأ بالأول بالتعرف على المشتركين الثلاثة يلي معنا بهالحلقة. هاشم بركي الجحدلي، 43 عاما، مساعد رئيس تحرير. النموذج الأب هو نموذج شخصية الوالد في حياتي، شخصية مثالية جدا. علاقتي المثالية والحميمة جدا مع والدي يرحمه الله جعلت علاقتي مع ابنائي تتناسل بنفس هذا المكانة وهذا العمق. فوقت فراقي هو وقت فراق للأسرة التي أنا أعتبرها هي ملاذي الوحيد. برنامج ثقافي وأنا أحد المدافعين عن الثقافة، وبالتالي أبرهن لهم أن الثقافة ليست جهد سلبي بل جهد إيجابي يحقق أحيانا فرص للفوز. أو لأن يهتم بالمعلومة ويدافع عن المعلومة، فأعتقد أنه من يمتلك المعلومات هو الذي فايز. اسمي صفاء عبد المنعم حسن، عمري 26 سنة، بشتغل معلمة اجتماعيات بالمرحلة المتوسطة. اخترت مهنة التدريس لأنها لقيتها أقرب مهنة للمهنة اللي كان نفسي أشتغلها وأنا صغيرة، كان نفسي أكون مذيعة. حسيت أن الاثنين فيهم تقريبا نفس الترتيب، فيهم رسالة، الاثنين فيهم تعامل مع الجمهور. في حاجات عندي أنشطة كتير بعملها، عندي أنشطة أني بلعب شطرنج. شطرنج من الرياضات اللي أنا بحبها جدا علشان بيخلي الواحد يكون عنده دهاء وذكاء، وفي نفس الوقت لازم أفكر في كل خطوة هي هتعملها وكل خطوة لازم أنا أعملها، فبتضيف لي كتير لعبة الشطرنج. القراءة بالنسبة لي حاجة مهمة قوي، وأكتر حاجة بتعذبني إنه لما بكون في مصر فبنقل الكتب بتاعتي اللي في الكويت أخدهم مصر، ولما أرجع على الكويت فأرجع الكتب معايا، فدي أكتر حاجة بعذب العيلة معايا إنه كل اللي رايح واللي جاي بيشيل كتب لصفاء. أقول للمنافسين معايا في المسابقة إن أنا منافسة شرسة جدا، مطلعة جدا، عندي واثقة بمعلوماتي، أنا مش من النوع اللي بستسلم أبدا. وفي نفس الوقت بالاخير هي جيم، يعني انه يا كسبنا يا خسرنا، سواء انا ولا هم هارد لك للخسران، وفي الاخر ان ينصركم الله فلا غالب لكم. اسمي سهيل شاكر، انا من الاردن، بعمل في دوله قطر في مؤسسه ماليه. البوزيشن تبعي هيد اوف اي تي استراتيجي. بهتم بالشعر، بهتم باللغه العربيه، بهتم بالتاريخ، بالسياسه. مصادر معلوماتي كتب، وبدور على كتب دائما، اذا كتاب ما لقيته بطلبه بجيبه من برا، والانترنت. بعتقد ان عندي قدره كويسه اني احفظ ارقام، احفظ تواريخ، واذا سمعت مثلا جمله او كلمه او عن موضوع بيهمني كثير اني اروح ادور عنه مثلا واعرف معلومات زياده. قبل الانترنت كانوا لما مثلا الناس بيعرفوني يحتاروا بتاريخ او معلومه معينه يتصلوا فيه يسالوني. طبعا هلا لا. جعبالي انافس واجرب حالي، وبالنسبة لي متعة لحالها هي الموضوع هذا. من انا صغير عندي حب القراءة، وعندي كنت مختلف حتى عن الناس التانيين. بلشت العب مثلا شطرنج من عمري 4 سنين، فعندي هوايات شوي غريبة بتأهلني ان شاء الله انه اليوم اكون منافس قوي لكم وافوز بالحلقة. من بعد ما شفنا هالتقرير هنتعرف عليكم اكثر. سهيل رح نبدا معك. سهيل خبروني انه عملت بانجي جامبينج، وين وامتين؟ عملته بكندا بال 2005، كانت كثير حلوه واكسبيرينس كانت كثير حلوه. اصعب شيء انك انت بدك تشد الحبل عشان تفلت حالك، كان قرار شوي صعب يعني، وصلت فوق كنت متردد، بس كانت كثير تجربه حلوه وعندي اياها على الفيديو وبفتخر فيها يعني، حلوه كثير. سهيل بعد عندي سؤال لك، عندك ولد الله يخلي لك اياه، شو اسمه؟ ورد. ليش؟ انا بحب العربي وبحب الشعر،
فسميته ورد لأنه ورد بالعربي يعني أسد. في بيت شعر للمتنبي يقول لك: ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره والنيلة. بس عمل له مشكلة يعني، هذا اللي عمل له مشكلة. هذا اللي واصلين عليه. عمل لي مشكلة مع القرايب أول ما سميته، وعمل له مشكلة لحد هلا. فمسكين هلا لما بيحكوا معه الناس بيقولوا: شو اسمك؟ على طول بقول ورد، ورد يعني أسد على طول بتعصيب، إنه يعني ما حدا يسأل إنه اسم بنت هذا ولا لا. على كل الأحوال الاسم حلو كتير، وأنا بفهمه لأنه في عندي شاب صديقي اسمه عبير، بقى عنده نفس المشكلة بس تعود عليها مع العمر، واحد بيتعود. سهيل بتمنى لك كل التوفيق، بنشجعه على سهيل، بنعطيه زقفة. شكرا. إن شاء الله تكون معلوماتك قوية إن شاء الله، حتى المنافسة تكون حلوة وشيقة. رح ننتقل لعندك يا صفاء. صفاء، في حرفين في اف واي قبلها او اي؟ الحرف الاي اللي هو حرف اسم خطيبي ابراهيم، فانا حطيت حرف الاي. انا كتبت اسمي كامل صفاء عبد المنعم، اسم بابا انا كتير بفتخر فيه. والاف ماما اسمها فاطمه، فعشان كده حطيت الاي والاف. يعني بلكي لو ما كسبت انه انا بقول لهم ان اي لاف يو سو ماتش. زعلتيني انا لانه الاي فكرتها لالي كمان. صفاء، خبروني انه انت هيك، نحن بنقول باللبناني ام عجقه شوي، بتنسي اشياء، بتضيعي اشياء. ضيعتي شيء انت وجاي لعنا؟ لا المره دي اوكي. يعني انا دايما عندي مشكله بالسفر، يا اما بتروح عليا الطياره بتضيع عليا التيكت، او انه بسيب الشنطه بتاعتي في ما بتكونش وصلت اصلا، او انه مره اخر مره اخذت شنطه مش بتاعتي. يعني اخذت شنطه ورجعت ولقيت الشنطه مش بتاعتي، فدايما عندي مشاكل كتير بالطيران، انه كل مره اقول يا ربي المره دي ايه اللي هيحصل يعني. بس الحمد لله المره دي زبط. في مشكله حظ شوي يعني؟ تقريبا يعني. ان شاء الله يكون حظك حلو. بنزقف لك كمان لصفاء ونقول لها بالتوفيق. هاشم مشتركنا من المملكه السعوديه، هاشم بمجال الصحافه. سؤالي لك: هل بمجالك، بمجال عملك، تعرفت على شيء شخصيه ممكن تكون اثرت فيك وتخبرنا عنها؟ مو اثرت فيه بشكل مباشر، بس من الشخصيات الغريبه جدا معمر القذافي. تحاورت معه في الخيمه، فكان من اغرب الحوارات اللي اجريتها في حياتي. هاشم، معلوماتك كيف؟ لا باس بها. هاشم، قالوا لي كمان عندك مخطط او عندك فكره في حال فزت بهالمسابقه. انا ولدت على البحر وفتنت بالبحر، فلو فزت بهذه الجائزه سيكون نصيبي رحله بحريه عبر شواطئ المتوسط. بتمنى لك كل التوفيق. كمان بنعطي زقفه لهاشم. جاهزين؟ خليكم اذا مستعدين، نرجع بعد الفاصل. عودة مشاهدينا إلى جابردي المحك، المتبارين جاهزين ورح نبدأ فورا بالجولة الأولى. هاشم، صفاء وسهيل، في عنا ست فئات وكل فئة فيها خمس دلائل. الفئات الستة بهالجولة هي: هياكل. كل الأجوبة في هذه الفئة تتضمن كلمة هيكل. بيوت الحيوانات. ألف ليلة وليلة. كلمات بلهجات، وهنا نبحث عن المرادف بالفصحى للكلمة. خام خام. سكوت حنصور. البداية بتكون مع المتباري إلى أقصى اليسار. هاشم رح يختار الفئة ويحدد القيمة يلي بريدها، ولكن بذكر المتباريين الثانيين صفاء وسهيل إنه كل واحد منكم عنده فرصة بالضغط بسرعة على الزر حتى يحاول ياخذ الإجابة ويعطيني الإجابة الصحيحة. وطبعا خلال 7 ثواني، العملية هي عملية ضغط على الزر بسرعة. هاشم، الاختيار لك. ألف ليلة وليلة 800 ريال. في أغنية ألف ليلة وليلة تطلب منها أم كلثوم أن تعود بعد سنة مش قبل سنة. هاشم، ما هي الندامة؟ خطأ. ما هي الشمس؟ هاشم، البداية كانت معك ولكن بداية فيها خسارة. نتأمل ترجع تعوضها. نرجع لعندك، منتابع. هياكل 800. تقام في هذه المواقع الأثرية اللبنانية مهرجانات فنية ودولية. ما هياكل بعلبك؟ صح، ما هي هياكل بعلبك؟ إجابتك صحيحة. منتابع معك هاشم. بيوت الحيوانات 400. هو المسكن الطبيعي للنحل.
سهيل، ما هي خلية النحل؟ ما هي الخلية؟ إجابتك صحيحة. سهيل، اختيارك. هياكل 1200. عاصر هذا الكاتب الصحفي عهود عدة في مصر من أيام الملكية إلى اليوم. صفاء. هيكل، ما هو هيكل؟ حددي لي أكثر. من هو هيكل؟ بدي اسمه الكامل. سهيل، من هو محمد حسنين هيكل؟ صح، إجابتك صحيحة، بدي الإجابة الكاملة لأنه في هيكل بكل الإجابات، يعني مضطرين نحدد أكثر. سهيل، اختيار لألك. هياكل 1600 ريال. تعتمد المؤسسات هذا النموذج لتعرف سلطات ومسؤوليات الموظفين وتحدد هرمية الشركة. صفاء. هيكل العمل. خطأ. سهيل، ما هو الهيكل الوظيفي؟ خطأ. ما هيكل الموظفين؟ كمان خطأ. الإجابة الصحيحة، ما هو الهيكل التنظيمي؟ بدنا إجابات محددة. تذكروا كتير منيح أنه لازم الإجابة تكون بصيغة السؤال، تذكروها الموضوع دايما. رح نرجع لعندك سهيل. كلمات بلهجات 800. هي الترابيزة المصرية. سهيل، ما هي الطاولة؟ صح. كلمات بلهجات 1200. هسة بالعراقية وتوا بالتونسية. سهيل، ماذا تعني كلمة الآن؟ صح، ما هو الآن؟ كانت أسهل عليك. سهيل، منتابع معك. كلمات بلهجات 1600. هي في وجه الإنسان وتعرف بالبرطم في الحجاز. سهيل، ما هي الشفايف؟ صح. سهيل، منتابع معك. كلمات بلهجات 2000 ريال. في الجزائر تعرف هذه الفاكهة بتشينا أو الشينا. ما هو البرتقال؟ سهيل، منتابع معك عن جديد. كلمات بلهجات 400. معناها وايد بالخليجي. صفاء. كثير. ما هو كثير؟ صح، ما هو كثير. ركزوا منيح على الصيغة، صيغة السؤال. صفاء. ألف ليلة وليلة 400. خليفة عربي شهير ظهر بشكل لافت بالعديد من قصص ألف ليلة وليلة. هاشم. من هو هارون الرشيد؟ صح. هاشم، منتابع معك، اختيار جديد. ألف ليلة وليلة 1200. هو عدد الرحلات التي قام بها سندباد. ما هو 7؟ عم تنتبهوا على الرصيد، ما حدا بده يجازف. رح نرجع لعندك هاشم. ألف ليلة وليلة 1600. وضع الموسيقار الروسي ريمسكي كورساكوف سيمفونية باسم شهرزاد زوجة هذه الشخصية. سهيل، من هو شهريار؟ صح. هياكل 2000. لم يبقى من هذه العجيبة من عجائب الدنيا السبع القديمة في أفسس في تركيا إلا فتات. ما هو أرتميس؟ هيكل أرتميس طبعا. سهيل، منتابع معك. خام 800. يمكن تصنيع النسيج من 4 مصادر أساسية: حيوانية، معدنية، اصطناعية، وهذه. صفاء. الجلد، ما هو الجلد؟ خطأ. هاشم. نباتية. ما هي النباتية؟ صح. انتبهوا منيح على صيغة السؤال كمان مرة، عم بحاول ساعدكم مشان ما تخسروا من الرصيد. هاشم، منتابع معك. سكوت حنصور 400. هالدليل هو دليل مصور، منشاهد هالدليل على الشاشة. هذا الشخص الذي يتولى إدارة الممثلين والتقنيين هو عادة من تتم مكافأته أو انتقاده في حال فشل أو نجاح الفيلم. سهيل، من هو المخرج؟ صح. سكوت حنصور 800 ريال. هي بالإنجليزية الكلمة التي تعني عملية اختيار فريق الممثلين لفيلم ما. سهيل، ما هو الكاستينج؟ صح، كمان مرة. سهيل، منتابع معك.
سكوت حنصور 1200 ريال. تحتل هذه الدولة المرتبة الأولى عالمياً في عدد الأفلام التي يتم إنتاجها في عاصمتها الفنية بوليوود. سهيل، ما هي الهند؟ كمان مرة صح. سكوت حنصور 1600 ريال. الدليل كمان مرة هو مصور منشاهده سوا على الشاشة. أكشن. يستعمل المخرج هذه الكلمة الإنجليزية ليعلن انتهاء تصوير لقطة ما. سهيل، ما هي كلمة كات؟ صح. سكوت حنصور 2000 ريال. كانت ميزانية هذا الفيلم الذي عرض عام 2006 أكبر ميزانية في تاريخ السينما المصرية. صفاء، ما هو عمارة يعقوبيان؟ صح. صفاء، متابع معك، اختيار جديد. خام 1200. ألياف نسيج المهير مصنوعة من شعر هذا الحيوان وبالتحديد من فصيلة الأنغورا. صفاء، ما هو الماعز؟ صح. خام 1600. التويد نسيج يصنع من هذه الألياف الحيوانية. ما هي الصوف؟ صفاء، منتابع معك، اختيار جديد. خام 2000. هيدا أول دليل مضاعف بحلقتنا وهو الوحيد بهالجولة الأولى وهو من نصيبك صفاء. الدليل المضاعف هو فرصة لتجاسفي وتزيد رصيدك، بس انتبهي، رصيدك على المحك وممكن الخسارة. القيمة اللي ممكن تجاسفي فيها هي من 100 لرصيدك، وبما أنه رصيدك هو صفر فيك تختاري أي قيمة موجودة على الشاشة قدامك من 400 إلى 2000. اختيارك. 400. الدليل هو شركة ديبون هي أول من اخترع هذه الألياف الاصطناعية عام 1941. ما هي البوليستر؟ خطأ. ما هو الأكريليك؟ الإجابة الصحيحة. نتابع معك مع اختيار جديد على أمل تعوضي هالخسارة. بيوت الحيوانات 1200. في هذا المكان يعيش النمل بانتظام حيث لكل فرد مهمته الخاصة. هاشم، ما هو المكان الذي يعيش فيه النحل؟ ما هو الدغل؟ خطأ. صفاء، ما هي القرية؟ صح، ما هي القرية؟ هاشم، بدنا تركيز أكثر، إجابتك كانت مش واضحة أبداً، ركز يا هاشم. صفاء، نرجع لعندك مع اختيار جديد. بيوت الحيوانات 800. لا تلبث أن تسكنه الطيور حتى تهجره. سهيل، ما هو العش؟ صح. هياكل 400. إنه ما يعطي الإنسان شكله ويصلب جسمه ويوفر الحماية لأعضاء حيوية كالمخ والقلب والرئتين. سهيل، ما هو الهيكل العظمي؟ صح. بيوت الحيوانات 1600. هو مسكن الصقر. هاشم، ما هو الوقر؟ صح. خام 400. عرف هذا النبات الذي يزرع أساساً لبذوره منذ عهد الفراعنة وصنع منه قماش استخدم في التحنيط. سهيل، ما هو الكتان؟ صح، كمان مرة سهيل بيرفع رصيده لل 10800، 800 مع صفاء وصفر بالوقت الحاضر لهاشم. ألف ليلة وليلة 2000 ريال. من بطولة إسماعيل ياسين وعبد السلام النابلسي وتم إنتاجه في عام 1960. صفاء، إسماعيل ياسين في البوليس. خطأ. ما هو فيلم الفانوس السحري؟ انتبهي يا صفاء، صيغة السؤال كتير مهمة، لازم تتعودوا على هالشيء. سهيل، نرجع لعندك. بيوت الحيوانات 2000 ريال. من 3 أحرف ويسكن فيه الفأر. سهيل، ما هو الجحر؟ خطأ. ما هو هاشم؟ الغار؟ ما هو الغار؟ كمان خطأ. الإجابة الصحيحة ما هو اللغز. وهيك بنكون انتهينا من الدليل الأخير. سهيل هو بالوقت الحاضر بالطليعة، لكن كل واحد أو رصيد كل واحد من المشتركين بعده على المحك لأنه ما زلنا بالبداية، وبعد الفاصل جولة دبل جيبردي بتتضاعف فيها القيمة وبتزيد فيها المنافسة. ابقوا معنا. We'll be right back.
عن جديد برحب فيكم بعدكم عم تتابعوا جابردي المحك. خلينا نتحدث شوي مع المشتركين من بعد نهايه هالجوله رقم واحد. سهيل انت بالطليعه كيف حاسس حالك؟ الحمد لله كويس. انت الوحيد المرتاح لانه رصيدك فوق الصفر. سهيل الاسئله كانت صعبه بالنسبه لك ولا عاديه؟ في اسئله ما عرفتها وما جاوبت عليها بس الباقي كان كويس ما في مشكله. صفاء صار في شوي تسرع وعم ننسى يمكن صيغه السؤال شوي. يعني عشان لسه بالبدايه مرتبكه. بس انه كثير عارفه كثير من الاسئله بس انه يمكن بكبس على الزر متاخر. اهم شيء التوقيت بالضغط على الزر. رصيدك هو ناقص 1200 ولكن بنعطيك كل التشجيع والمعنويات حتى ترفعي لهالرصيد. هاشم التركيز كان ناقص شوي بالجوله الاولى. والله التهور انه في احيانا اجوبه اللي اعرفها لما يتسنى لي اني اجاوب عليها وضغطت على اسئله لم اكن اعرف اجابتها. هي التهور والتسرع شوي. نعم. بنصحك تركز اكثر يا هاشم. رصيدك ناقص 2000. بتمني لك كل التوفيق. وصلنا على جوله دبل جابردي يعني اصبحت قيمه الدليل مضاعفه. وما تنسوا انه المشترك اللي بيجمع اكبر رصيد باخر جوله هو يلي بيكون الرابح باخر الحلقه. الفئات السته لجوله دبل جابردي هي 3-0. المطلوب هنا اسم البلد الذي تنتمي اليه هذه النوادي. متحف اللوفر. الفواكه. رافقتكم السلامة. السلطنة العثمانية. روما. بذكر انه اسم الفئة هو ايضا بيحمل دليل اضافي بيساعد المشاركين على معرفة الاجابة. وبهالجولة في دليلين مضاعفين. البداية رح تكون مع صاحب اضعف رصيد. الوقت الحاضر هو هاشم. نبدا معك اختيارك. 3-0. 2400. الأهلي. الوصل. الوحدة. سهيل. ما هي الإمارات العربية المتحدة؟ صح. السلطنة العثمانية. 1600 ريال. تمكن السلطان محمد الثاني من فتح هذه المدينة الكبرى عام 1453 ميلادي مما أدى إلى زوال الأمبراطورية البيزنطية. صفاء. ما هي القسطنطينية؟ صح. السلطنة العثمانية. 2400. كان هذا القصر مركز الحكم في الدولة العثمانية بين عامي 1465 و1853 ميلادي. ما هو الباب العالي أو التوب كابي؟ صفاء نرجع لعندك اختيار جديد. السلطنة العثمانية. 3200. ضمت الإمبراطورية العثمانية في أوج اتساعها أجزاء من هذه القارات. سهيل. ما هي قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا؟ صح. برافو سهيل. متابع معك. السلطنة العثمانية. 4000 ريال. فرقة عسكرية من المشاة العثمانيين شكلوا تنظيما خاصا وكانوا أقوى فرق الجيش العثماني وأكثرها نفوذا. سهيل. ما هي الفرقة الإنكشارية؟ صح يا سهيل. متابع معك. السلطنة العثمانية. 800 ريال. اسم عرفت به الدولة العثمانية في القرن 19 بسبب ضعفها. سهيل. ما هو رجل أوروبا المريض؟ صح كمان مرة سهيل. روما. 1600 ريال. مدرج روماني معروف سمي بهذا الاسم نسبة للنصب العملاق للأمبراطور نيرون الذي كان يوجد أمامه. هاشم. ما هو مدرج نيرون؟ خطأ يا هاشم. ما هو الكولوسيوم أو الكولوسيو باللغة الإيطالية؟ شو صفاء؟ شو عم يصير معك؟ كفيك ترجع تكسي إذا عارف الإجابة وأخطأ أحد المشتركين فيك ترجع تكسي عن جديد وتجازفي عن جديد. سهيل نرجع لعندك اختيارك. 3-0. 3200. الترجي الأفريقي. النجم الساحلي. سهيل. ما هي تونس؟ صح. 3-0. 4000 ريال. الأهلي. الهلال. المريخ. هاشم. ما هي السودان؟ برافو زقفة لهاشم. برافو. كنت سريع ومركز. يبدو الرياضة من اختصاصك. 400 برصيدك. 400 مع صفاء. 22400 لسهيل. هاشم اختيارك. 3-0. 1600. الاتحاد. الهلال. النصر. سهيل. ما هي المملكة العربية السعودية؟ صح.
3-0 800 ريال. الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي. سهيل، ما هي جمهورية مصر العربية؟ صح، كلهم عم ينافسوك على الضغط على الزر. مش عارفه التايمينج، مثل ما عم بقول لك التوقيت، التوقيت كثير مهم. بس اخلص من السؤال اضغطي بسرعه. سهيل عم بيكون اسرع منكم بكثير. سهيل منتابع معك. متحف اللوفر، 2400 ريال. انه نقطه الالتقاء بين ممرات المتحف الرئيسه، حيث يرتفع وسط الساحه مشكلا مدخلا الى قاعه الاستقبال الكبيره القائمه تحته. ما هو الهرم؟ أو الهرم الزجاجي. سهيل نتابع معك. متحف اللوفر، 3200. دليل مضاعف، إشارة صوتية يعني دليل مضاعف. سهيل السؤال لإلك وحدك، عندك حق الإجابة عليه وعندك فرصة لتزيد رصيدك، ويمكن تخسر منه لهالرصيد، من 100 ريال ل 24800 ريال. اختيار القيمة لإلك. 1000 ريال. بس 1000 ريال شكلك مش كثير مأكد من الكاتيجوري. ما فيش كثير كويس فيها. على كل الأحوال اختيارك. اللوفر كما نعرفه اليوم هو نتاج عمل طموح تم إنجازه تحت إشراف الملكين الفرنسيين لويس 15 وهذا الملك. من هو الملك لويس 16؟ خطأ، اخترت اللي فوقه، كان لازم تختار اللي تحته. الرابع هو لويس 14 هي الإجابة الصحيحة. خسرت 1000 ريال، منتابع معك مع اختيار جديد. روما، 3200 ريال. حسب الأسطورة تأسست روما على يد هذين الأخوين. صفاء، ما هو ريموس وما هو ريمولوس؟ صح، إجابتك صحيحة. من هما ريموس وريمولوس؟ صفاء، روما 4000 ريال. في صفوف الجيش الروماني كانت هذه التشكيلة المحددة تستعمل للتقدم والحماية من رشقات العدو. ما هي تشكيلة السلحفات؟ شايفينها بالأفلام. صفاء منتابع معك اختيار جديد. روما 2400. أنثى هذا الحيوان هو رمز مدينة روما. صفاء، ما هو أنثى الذئب؟ ما هي أنثى الذئب؟ أو ما هو الذئب؟ لأنه الأسطورة بتاعتهم قامت عليها. ما كان في زوم لأنثى الذئب، زقفوا لها لأنه أعطتنا معلومات زيادة كمان. هم بيعتقدوا إنه الملك بتاع روما كان ابن الذئب اللي سابته في مكان. كلامك صحيح ودقيق. كان بدنا بس كلمة ذئب، أعطيتينا أنثى الذئب. صفاء تفضلي عن جديد. روما 800. كلها تؤدي إلى روما. سهيل، ما هي الطرق؟ صح، رافقتكم السلامة، 1600 ريال. الدليل المضاعف الثاني بهالجولة، ومن نصيبك كمان مرة سهيل، كمان مرة رح تختار قيمة بين 124600 ريال. السؤال موجه لك فقط، ما هي القيمة اللي حابب تجازف فيها؟ 1600 ريال. كرمت علينا شوية، بدل 1000 1600. مش عارف الكاتيجوري كيف وضعها، مش عارف شو هي 1600. بنشوف سواء الدليل. هذا المطار الذي افتتح في الخليج عام 1999 للملاحة التجارية هو الأكبر في العالم من حيث المساحة بحوالي 780 كيلومتر مربع. ما هو مطار الملك فهد الدولي يا سهيل؟ حسيتك ضيعت تركيزك، ما كنت حتى عم بتفكر. كنت محتار بين مطار الملك فهد ومطار جدة، بس ما كنتش عارف. السؤال كان لك، لازم تختار احدهم. سهيل نرجع لعندك. طيب، رافقتكم السلامة 2400 ريال. هالدليل هو دليل مصور، بنتابعه سوا على الشاشة. مع أرقام مبيعات تخطت المليار دولار، احتلت السوق الحرة في هذا المطار المركز الأول عالميا من حيث إجمالي البيع. سهيل، ما هو مطار دبي؟ صح، صح يا سهيل. رافقتكم السلامة، 3200 ريال. مطار كانساي الدولي الموجود في هذه الدولة هو أول مطار في العالم بني على جزيرة اصطناعية. سهيل، ما هي اليابان؟ صح، رافقتكم السلامة، 4000 ريال. هالدليل كمان مرة هو مصور، منشوفه سوا على الشاشة. هي
باللغة الإنجليزية العبارة التي تعني رحلة بالطائرة، تنطلق في ساعة متأخرة من الليل وتصل في ساعات الصباح الأولى. سهيل، ما هي الريد آي فلايت؟ كمان مرة إجابتك صحيحة سهيل، برافو، طلعت فوق 30,000، 32,600 برصيدك، منتابع معك. رافقتكم السلامة 800 ريال. هالدليل كمان مرة مصور، منشوفه سوا. هي أكبر طائرة ركاب بالعالم، أنتجتها شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص، وكان أول طيران تجريبي لها بأبريل 2005. هاشم، ما هي الإيرباص 380؟ صح، إجابتك صحيحة، A380، ومنزقف له لأنه بدنا نشجعه شوي لهاشم. نحن حابين هالمنافسة تكون منافسة أقرب شوي، هاشم لإلك الاختيار. متحف اللوفر 1600. دفعت هذه المدينة مبلغاً إجمالياً يقارب 1.3 مليار دولار أمريكي كي تتمكن من فتح فرع محلي لمتحف اللوفر. هاشم، ما هي أبو ظبي؟ صح، برافو يا هاشم، نتابع معك. متحف اللوفر 4000. هذا القسم المقفل حالياً من المقرر إعادة افتتاحه سنة 2012 في ساحة فيسكونتي، مع عرض نحو 2000 قطعة تتضمن أعمالاً من أيام المماليك وعصر الخلافة والعهد العثماني. ما هو قسم الفن الإسلامي؟ هاشم، منتابع معك. متحف اللوفر 800. هذه التحفة الشهيرة جداً الموجودة في متحف اللوفر هي لوحة تظهر فيها ليزا جيرارديني. هاشم، ما هي الموناليزا؟ صح. الفواكه 1600. الموطن الأصلي لهذه الفاكهة التي نراها هنا هو جنوب الصين. ما هي الليتشي؟ منتابع معك هاشم. فواكه 800. نجد هذه الفاكهة في مثل شهير يقول بأن واحدة منها يومياً تبقي الطبيب بعيداً. سهيل، ما هو التفاح؟ صح. الفواكه 2400. تحمل هذه الفاكهة الخضراء التي تحتوي على بذور سوداء صغيرة اسم عصفور لا يطير وهو رمز نيوزيلندا. سهيل، ما هي الكيوي؟ أكيد. فواكه 4000 ريال. هذه الفاكهة الخضراء الغنية بالدهون معروفة أيضاً بكونها فاكهة الخصوبة لدى الأستيك. سهيل، ما هو الأفوكادو؟ كمان مرة إجابة صحيحة، والدليل الأخير. الفواكه 3200. هذه الفاكهة تعرف أيضاً باسم قاتل أبيه. هاشم، ما هو الموز؟ وأخيراً، برافو هاشم، إجابتك صحيحة، برافو سأخير. بنهاية الدبل جابردي والجولة رقم 2، 39,800 برصيدك يا سهيل، 6,800 هاشم، و 6,000 برصيد صفاء. منيح أنه بنهاية هالجولة شدوا حالهم شوي صفاء وهاشم، ولكن بذكركم كل شيء ممكن يتغير، رصيدكم على المحك. المنافسة عم بتزيد ورح تتضاعف قيمة الربح بعد الفاصل. منتابع حلقتنا مع تريبل جابردي، خليكم معنا مشاهدينا. مجدداً برحب فيكم المشاهدين بجابردي المحك. بدايةً راح أذكر برصيد المشتركين، 39,800 ريال سعودي برصيدك يا سهيل، 6,800 مع هاشم، و 6,000 برصيدك يا صفاء. بذكر أنه هالنتيجة ممكن تتغير لأنه وصلنا على تريبل جابردي. قيمة الدليل صارت ضعفي القيمة الأساسية، يعني هيدي فرصتكم الذهبية لترفعوا رصيدكم. الفئات أصبحت 4 بدل 6، وهي أغاني وأشعار، في المختبر، أطعمة للتاريخ، دول أمريكا الجنوبية. بهالجولة لدينا أيضا دليلين مضاعفين. رح نبدأ مع صاحب أقل رصيد. رح نبدأ معك يا صفاء، اختياري. أطعمة للتاريخ 2400. هذا النبات من فصيلة الزنبقيات، تصنع منه بعض الأدوية ويساعد الدم على نقل الأكسجين للدماغ. صفاء،
انتهى الوقت، ما قلتي شيء. ما هو التوم؟ صفاء متابع معك، اختيار جديد. أغاني وأشعار 2400. أشهر قصائد أبو القاسم الشابي استخدمت بعض أبياتها في النشيد الوطني التونسي. هاشم. إرادة الحياة. ما هي إرادة الحياة؟ صح، ذكروا منيح صيغة السؤال. إجابتك صحيحة هاشم، نتابع معك اختيارك. أغاني وأشعار 3600. خمس ناظم الغزالي هذه القصيدة لأبو فراس الحمداني، وكانت قد غنتها أم كلثوم أيضا. سهيل. ما هي قصيدة انتهى الوقت. صفاء. ما هي أراك عسي الدمع؟ صح، برافو يا صفاء، برافو يا صفاء. استفدتي أنه سهيل ما طلع الإجابة الصحيحة، وبصيغة السؤال طبعا أعطيتينا إياها. صفاء اختياري. أغاني وأشعار 4800. الدليل هو الدليل المسموع، رح نسمع الإشارة الصوتية أو الموسيقى. غنت ماجد الرومي هذه القصيدة لمحمود درويش عن بيروت في منتصف التسعينيات. هاشم. ما هي قصيدة بيروت؟ خطأ. ما هي قصيدة مديح الظل؟ انتهى الوقت. ما هي سقط القناع؟ اختيارك صفاء. أغاني وأشعار 6000. دليل مضاعف. صفاء عندك فرصة لتزيدي رصيدك. إن شاء الله أكون عارفة السؤال يا رب. إن شاء الله، بتمنى لك كل التوفيق. عندك من 100 ل 7200 ريال، اختيارك. السؤال رح يكون لإلك، ركزي كثير منيح وتذكر إنه رصيدك على المحك. ما هي القيمة؟ أختار 5000، كذا كذا ما خسرانة شيء. برافو عليكي، جازفة، ما عندك شيء تخسريه. 5000، بنشوف سوا الدليل. هي قصيدة لكامل الشناوي كتبها ليعبر عن حبه لنجاة الصغيرة، وكان حبا من طرف واحد. مين اللي غناها؟ غنتها نجاة الصغير؟ غنتها نجاة الصغير؟ بدي إجابة. انتهى الوقت، ما هي لا تكذبي. ضيعتي وقتك بالحكي، كان لازم تركزي وتفكري بالإجابة الصحيحة. صفاء بنرجع لعندك مع اختيار جديد. أغاني وأشعار 1200. هي قصيدة ألفها أحمد شوقي حين رأى مدينة زحل للمرة الأولى، ولحنها وغناها محمد عبد الوهاب. هاشم. ما هي ما جارة الوادي؟ صح، ما هي يا جارة الوادي؟ هاشم نتابع معك. دول أمريكا الجنوبية 2400. تعد لاباز أكثر العواصم ارتفاعاً عن سطح البحر، وهي تقع في هذه الدولة. هاشم. عاصمة تشيلي. خطأ. بوليفيا. سهيل. ما هي بوليفيا؟ صح. سهيل نرجع لعندك. دول أمريكا الجنوبية 3600. تقع قمة أكونكاغوا وهي الأعلى في هذه الدولة على ارتفاع 6959 متر. ما هي الأرجنتين؟ سهيل. أمريكا الجنوبية 4800. هذه الدولة هي الوحيدة التي تمتد شواطئها على المحيط الهادئ والبحر الكاريبي. سهيل. ما هي كولومبيا؟ صح، برافو. دول أمريكا الجنوبية 6000 ريال. هي الدولة الوحيدة التي لعلمها وجهين مختلفين. ما هي باراغواي؟ سهيل نرجع لعندك مع اختيار جديد. دول أمريكا الجنوبية 1200. مونتيفيديو، سالتو، بايزاندو، ولاس بياندراس مدن تقع في هذه الدولة. سهيل. ما هي أوروغواي؟ صح. في المختبر 1200. الدليل هو مصور منتابعه سوا على الشاشة. تتألف هذه الآلة من عدسة عينية وعدسة شينية، مرآة ومنضدة وبابطان. سهيل. ما هو الميكروسكوب أو المجهر؟ صح. في المختبر 2400. هو الغاز الذي يعرف اختصارا باسم CO2. سهيل. ما هو غاز ثاني أكسيد الكربون؟ صح. في المختبر 3600. هي فئة الدم التي يمكنها أن تعطي كل فئات الدم الأخرى. سهيل. ما هي زمرة الدم O موجب؟ حدد لي أكثر. O موجب. ما هي فئة الدم O موجب؟
او نيجاتيف، ما هي فئه الدم او نيجاتيف، سوري اجابتك خطا. او نيجاتيف او او سلبي اجابتك كانت خاطئه. عم تتسرع شوي سهيل، انت طاير يعني بس ما تتسرع. 44600، 3200 مع هاشم و2200 مع صفاء. بدي زقفة لصفاء وهاشم لأنه بدي أحركهم شوي. سهيل في المختبر 4800. هالدليل كمان مرة مصور بنشاهده سوا. لويس باستور هو عالم أحياء دقيقة وكيميائي فرنسي معروف، وأكثر ما اشتهر به اكتشافه للقاح ضد هذا الداء. صفاء، ما هو مرض الكلب؟ صح، ما هو أداء الكلب؟ صح. صفاء منتابع معك في المختبر 6000، كمان مرة مصور منشاهده سوا. لقب بكبير علماء العرب، تدرج في المناصب الدراسية العلمية داخل جامعة كالتك حتى أصبح أستاذا رئيسيا لعلم الكيموفيزياء فيها. سهيل، من هو الدكتور أحمد زويل؟ صح. أطعمة للتاريخ 1200 ريال. من الفروض الخمسة في الدين الإسلامي ومعناه في اصطلاح الشرع الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. سهيل، ما هو الصوم؟ صح. أطعمة للتاريخ 3600. وكمان دليل مضاعف. سهيل برصيدك 51800، عندك دليل مضاعف، سؤال لإلك لوحدك وعندك فرصة لتزيد هالرصيد أو ينقص من 100 ل 51800. 4000 ريال. الدليل. هي صاحبة العبارة الشهيرة: إن لم يكن بحوزة القرويين خبز فليأكلوا البسكويت. من هي ماري أنتوانيت؟ صح يا سهيل، ومنزيد رصيدك 55800 والجمهور لازم يزقف له لأنه صار برصيده 55800. سهيل يحلق وسهيل يتابع الاختيارات، بعد في اختيارين. أطعمة للتاريخ 4800. يقال أن هذه الملكة تسلمت عرش الفراعنة بعد أن وضعت السم لأخيها في الطعام. سهيل، من هي نفرتيتي؟ خطأ. كليوباترا. هاشم، من هي أخناتون؟ كليوباترا. من هي كليوباترا؟ إجابتك صحيحة، كليوباترا. ما تتسرع يا هاشم، عمهلك، أعطيني الإجابة بوضوح. من هي كليوباترا؟ إجابتك صحيحة. هاشم منتابع معك مع آخر دليل رح يكون لألك. أطعمة للتاريخ 6000. يعود الفضل في اختراع المعلبات لهذا القائد الفرنسي الذي قدم مكافأة لمن يبتكر طريقة لحفظ الطعام لمدة طويلة. من هو نابليون بونابرت؟ آخر سؤال ما حدا عرفه، وبنهاية هالتريبل جابردي رح ذكر المشاهدين برصيد كل مشترك 51000 ريال برصيدك يا سهيل، 8000 برصيدك يا هاشم، وصفاء مع 7000 ريال فقط لغير. مشاهدينا ما تفوتوا عليكم جولة فاينل جابردي لأن جولة الحسم، فابقوا معنا. مشاهدينا وصلنا للفاينل جابردي وهي الجولة الأخيرة والحاسمة، وبذكر أنه بآخر هالجولة المشترك اللي معه أكبر رصيد هو يلي بيربح معنا اليوم. بهالجولة في فئة واحدة ودليل واحد، رح نعطي المشتركين فقط اسم الفئة وعليهم يقرروا قيمة المبلغ يلي حابين يجازفوا فيه. طبعا قبل ما نكشف الدليل، الفئة بهالحلقة هي جغرافيا. رح أطلب منكم مشتركينا كل واحد منكم يكتب المبلغ اللي حابب يجازف فيه أمامه على اللوح. مشتركين صاروا جاهزين، بذكرهم أنه معكم 30 ثانية حتى تكتبوا الإجابة أمامكم على اللوح. ما الدليل هو
ثلاث دول أوروبية تنتج أكثر من 75% من الإنتاج العالمي لزيت الزيتون. الأولى هي إسبانيا، تليها إيطاليا، ثم هذه الدولة. ابتدى الوقت. انتهى الوقت. خلونا نشوف سوا شو كان جواب كل واحد من المشتركين. رح نبدأ معك هاشم. ما هي اليونان؟ ما هي اليونان؟ رح ننتقل لعند صفاء. ما هي اليونان؟ كمان ما هي اليونان؟ ورح نروح لعند سهيل. برضو ما هي اليونان؟ برضو ما هي اليونان؟ كلكم عندكم نفس الإجابة. خلينا نشوف كل واحد منكم القيمة اللي حاول إنه يجازف فيها. هاشم. لا مجال للمجازفة. 5000 ريال. 5000 مش عاطلين. صفاء. 2000 ريال. 2000 ريال. سهيل. 9000 ريال. ليش 9؟ قلت تصير 60 إذا فزت. حاسك تواثق من الإجابة. لا أنا تعرف لو سألت الأولى أو الثانية كنت راح أعرف إن إسبانيا وإيطاليا. الثالثة يعني عمره ما خطر على بالي أعرف مين الثالثة. بس راح ريحكم وأقول لكم إنه اليونان هي الإجابة الصحيحة. ما هي اليونان هي الإجابة الصحيحة. منشوف رصيد كل واحد منكم. برصيد هاشم 13000 ريال، 9000 برصيدك يا صفاء، وطبعا صاحب المركز الأول 60000 ريال. ومنزقف له لسهيل يلي كان ممتاز بهالحلقة. سهيل جمعت أكبر رصيد. كنا سألنا هاشم شو حابب يعمل لو فاز. رح نسألك السؤال لك. والله مش عارف، بس يعني متأكد رح يطلع لها مليون تصريف، بس ما رح تضل يعني. بتمنى لك كل التوفيق بصرف هال60000 ريال. ومن لكم شكرا على مشاركتكم معنا صفاء، سهيل وهاشم. مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من جابردي المحك. الرابح معنا مثل ما شفنا من لحظات هو سهيل، يلي مش بس كانت معلوماته قوية ولكن عرف أيضا يجازف بالوقت المناسب. لقونا بالحلقة المقبلة مع 3 مشتركين جدد، 4 جولات، 81 دليل و81 سؤال. إلى اللقاء.